بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أخوة الإسلام والإيمان، الحمد لله أولا وآخرا، والشكر له ظاهرا وباطنا، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. وحن إن شاء الله تعالى كوكو جرنا سلسلة دين تحانها أهيد، كيف تحيا حياة طيبة، سداد ونولاني كرتان نولول ونكسن نولول ديقن والراحة إيو دقناشة يطمانينا يحسلوني له استرايس يقلق كفوك سداد ونولاني كرتاه أسبابتي من مركب كوكو ذا جيرناي أسبابتي وان صوت الماني وحان كوكو ذا جيرنا هدا وحيالها الأمراض أو حنون نضا إيو عذر رضا سببا إنو قفك نولاشة ونكسن أوايا أما كويعيا أو مركب حتى نولاشة أوها يستعود دمي ويسو علاجاتكو ذي دوادة شرعيقا أيام كوكو ذا جيرنا وحن صوب مرني علاج الغمي مرقدة إيه واحد لقود دوية ودعادي نبي الله يونس وكود عيستبان حلقة دي هوركو صوب مرني حلقة دي ننمانتو حلقة دي سقالاتة وحن كاقهد لينا علاج الضر الضر محلقة وضا والشدة وارباتو قفك سوى واجه ده ودوني ذا قفك انتو جوغونا لما حالة دود متكمد انبو كود صغنانا يا إما حالة السراء وحالة برواقة عافمات وناك برارة قفك مركا هاد دريما ميوسن دريمين والله يا ودك انت بدن ان غفلة يا هالمام اي كنو والعضان حالة دا سوحا عكسي وكسو هرجي دا حالة الضراء حالة دا لباتة دا شدة دا حنونة دا مروغة دا ايو وحيالها ابتلا دا يمركا مصائب تا حالات كاس مركا لباتو ينكا مركا يدعان لباتة دا محا علاجو اه محا دوو اه محا حلقو اه تاسى يا مركا قطب كي نمانتو كسب سنهي وحد دووه وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كي إنو غشيكي دعاء نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إليه كبريي عير هدي نبي الله أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي يو وحائد تابتي لباتي الشدة أي إغود عضي أذيغانا وحاتهي ألها نحريستا بادن أي أونكيسا ونحريستا أياتهي إنتا نحريستا ألها أون نحريستا بادن باتهي مركا لباتدي إيه شددي قرد عدي أيو مركا إلهي سبحانه وتعالى سيو لبا أي مركا أخجره مركا بانلك أو سيقبوه أيو إلهي سبحانه وتعالى أغو بانلقي لبكا هايستي وشددا سيدان أكسونا هاي نبي الله أيوب إلهي سبحانه وتعالى بحسي حرف ربضان سيدي قصص كقرآن كالوشيغي في سورة الأنبياء وفي سورة الصاد وإلهي كوشيغي إلهي بحسي حرف ربضان بحسي إلهي سبحانه وتعالى أولاد فربضان كان من أغنى الناس تدك ننك أقول تاجر سنبوها حق حولها أولاد إلهي فرها بضان أوسي للك أولها هنتذا فرها بضان أولها مدر بو أرنتها يستو إلهي برواقة سيي كدبنا وحاقود عاي ابتلاءات اولي بادن يا حنون ايا كدن بيي حنون كاسو لنع والبكتابطي وحو الله سبحانه وتعالى كباب بيي حوله فرها بادنا كدب وحاهدنا سدو كالي كجيريو دي عرورتي فرها بادنيت او دمان اسراعي هانتدي ايو دولكي يو حو لهايو دنبو وايي حنون كي جركي سو ساميي إلا حتى ددكي لفريسيني جيرا إيا ددكي أسو دواني جيرا دان أي كاكالا عراران ويدايريان حنونكي وسي سعدي إلا عافماتكي سيور دان وماشا كبحا جيركي سيور دان ومركا وحنونكي مركا لوريغا ودن عوالبا كساميا مددو أرنكا كسوغنا وحي علمدا إيا مؤرخين تا إيا مفقصرين تا إيا كتل مامان تقريبا إلا تدوبات سانا وحاكا لولا شيغا إلا سديد يتبان سانا إنو حنونكا هايي نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ولينا مشيغاني انت صوربك سي شدده ومراي عدو عوضي يعدو مركك على علي ما ينجرين حتى إلهي وكحشوضيو إلهي موسى ويدسنين قرقار إيا النصري إيا
calaacal midna iyo ducay alla bari midna muusan u gudbinin. Arrinkii wuu ku dheeraaday, muddadaa dheer buu ku noolay ilaa markii u dambeysay, marka xaaladii ay meel adag gaarta. Kadib buu markaa Ilaahay subxaanahu watacaala weydiistay inuu marka xanuunkan iyo dhibaatadan ka qaado. Ducadaasan soo marnay, rabbi innii massaniya adduru wa anta arxamu raaximiin ayuu markaa Ilaahay ku baryay. Kadib waxaa dhacay natiijadii ku xigtay oo ah fastajabnaa lahu, ilaahay wuxuu leeyahay waan ka ajiibnay baryadii iyo ducadii. Haddii markaa Ilaahay ka ajiibay maxaa dhacay? Wa kashafnaa maa bihi min durrin, wixii dhibaato iyo xanuun u haystayna waan ka dulqaadnay ayuu Ilaahay subxaanahu watacaala yidhi. Waxay leeyihiin culummada ducooyinkan ku soo arooray fii suurati alambiyaa, mar walba dhibaatada marka la sheego Ilaahay subxaanahu watacaala istijaabada waxaa lagu bilaabaa fa'das, fastajabnaa lahu. Fa'dana waxay tusinaysaa ay leeyihiin tadullu cala tartiibi maca attacqiibi, isla markuu Ilaahay baryayba ducadaas isla markiibuu helay oo si degdeg ah ayuu Ilaahay uga jawaabay, iyadoonan markaa muddo dheer ayan dhexda marin. Ilaahay ducadiisii wuu ka ajiibay, cudurkii iyo dhibaatadii iyo baladii iyo shiddadii haysatayna Ilaahay wuu ka dulqaaday, badankiisii buu u caafiyey, sixadiisii iyo caafimaadkii u waayey buu Ilaahay dib ugu soo celiyey, caruurtii iyo xoolihii waayey buu dib ugu soo celiyey. Qaabku u bogsani lahayna Ilaahay fii suurati saad buu ku tilmaamayo, waxaa la yidhaahdee urkud birijlika hada muqtasalun baaridun wa sharaabun, lugtaada la yidhaahda dhulka haraanti dhulka ku dhufo, kadibna waxaa soo booday biyaha soo baxay, biyaha la yidhaahda cab kuna qabayso, cabitaankana waxay dhaqayaan wixii xanuun oo gudaha ku jiray, qabayskana wuxuu dhaqayaa wixii xanuun iyo dhaawac oo jirka gaaray. Kadib wuu caafimaaday, badankiisii iyo jirkiisii baa usoo noqday. Ilaahay subxaanahu watacaala markaasa wuxuu yidhaahday wa aataynaahu ahlahu wa mithlahu macahum, waxaan siinay ehelkiisii wixii uu waayey, caruurtiisii, weliba laban laaba haddana looga sii dhigay abaalmarin, sabirkii uu ku sabray iyo dulqaadkii uu sameeyey muddadii dheereed. Marka Ilaahay subxaanahu watacaala marka istijaabadaas degdega ah ayuu markaa siiyey. Marka ninkii caabidka ahaa ee taabiciga ahaa wakiil ahaa waxaan la yaabay, liman ubtuliya bisabri kayfa lam yafzac ilaa qowli illaahi innii massaniya adduru wa anta arxamu raaximiin, qofka dhibaato iyo shiddo ku dhacda Ilaahay subxaanahu watacaala siduusan albaabkiisa u garaacaynin, ducadaas siduusan Ilaahay ugu baryaynin, nabiyullaahi ayuubu Ilaahay ku baryay. Kadibna Ilaahay wuxuu yidhaahday fastajabnaa lahu wa kashafnaa maa bihi min durri, waan ka ajiibnay nabiyullaahi ayuub, dhibkii iyo shiddadiina waan ka qaadnay, adigana waa sidoo kale Ilaahay subxaanahu watacaala wuu kaa qaadayaa dhibaatada iyo shiddada. Marka waxaa laga yaabaa qofka inuu ku dhacdo xanuun inuu ku dhaco, hadda aafo baa taagan, korona baa taagan, xanuuno kale waxaa taagan oo kansar ah xal loo leeyahay dunida, waxaa kaloo taagan amraad kale oo fataaka ah aada u dhib badan oo loo yaqaano almustacsiya, dawo loo leeyahay cudurrada iyo xanuunkaas iyo wixii lamidka oo dhan. Qofka hadduu ku dhaco xalkeeda waa taasu Ilaahay subxaanahu watacaala inoo tilmaamay. Waxaa kaloo dhici kartaa qofka khasaare maaliya ku dhici kartaa, tijaaradii baa ka xumaani kartaa, waxaa kaloo ku dhici kartaa qofkii caruurtii baa ku adkaani karo, caruurtii baa ka noqon karaan kuwa xun oo ku caasiya bay noqon karaan, waxaa kaloo dhici karaa qofka faqri baa ku dhici karaa, waxaa ku dhici karaa qofka deyma iyo mataqaana culaysi iyo qaraama bini aadan inay soo dulfuulaan, waxaa ku dhici karaa qofka dhulmi iyo xadgudub oo dadka kale dhinacyada hareeraha ooga imaado. Kullu dhalika, dhibaatooyinkaas waxay kulmiyaan magaca loo yaqaano addaraa, dhibaatadaas magaca guud baa kulminaya oo ay soo wada hoosgelayaan. Xalkeeda marka wuxuu yahay qofka inuu ducadaas ku duceysto bisidqin wa tikraarin, adigoo ay dhabna kaa tahay si dhabe iyo daacadnimona Ilaahay subxaanahu watacaala ugu baryaayo, kuna celcelinayo ducada inaad mar intaad ku duceysato kadibna aad ka daasho lama rabo. Ducada aslan waa al-ilxaaxu waatikraaru, inaad Ilaahay ku badiso ducada ood weliba ku celceliso oodan ka daalin ayaa la doonayaa. Marka Ilaahaygii nabiyullaahi ayuub karaameeyey oo caafimaadka iyo sixada ku karaameeyey oo ducada aqbalitaankeeda ku karaameeyey, shidadii iyo dhibaatadu dareemay inuu ka dulqaado ku karaameeyey, qaadirun calaa an yukrimaka, ilaahaas awood buu u leeyahay adigana inuu ku karaameeyo, kuguna karaameeyo dhibaatada iyo shidada iyo ciriiriga iyo waxa aad dareemi, inuu markaa Ilaahay subxaanahu watacaala inuu kaa dulqaado.
marka halkan waxa inooga soo baxaya xalka dhibaatada iyo shidada sidaas siyarka iyo taariikhda gashay iyo qisaska ilaahay sababta uu noogu soo guuriyey waa inay cibrano noqoto oo ka faa'iideysano faa'iidadana marka waa inaan ku dhaqanno oo sidaas aan u qaadanno xuluushii dadkii hore ay sameeyeen inaan annagana sameyno marka waxaan ka qaadanaynaa maanta qaraar iyo go'aan haday dhibaato igu dhacdo waa inaan badiyo min qawli innii massaniya duru wa anta arxamu raaximiin ilaahayna hanaga yeelo alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana wa salli allahuma cala nabiyina muxamed wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciin.